وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بروكسل الخبير في الشؤون الدولية الأستاذ محمد رجائي بركات. أهلا وسهلا بك أستاذ بركات. أهلا بكم. مرحبا. إذن بداية أستاذ بركات، على واقع استمرار المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية يأتي العرض التركي للوساطة حول محطة زاباروجيا. هل في اعتقادكم أن أنقرة ستنجح في هذه المهمة وفي هذه الوساطة وبالتالي تجنب أوروبا من كارثة نووية؟ في الواقع تركيا لديها علاقات جيدة مع كل من أوكرانيا وأيضا مع روسيا. هناك علاقات عسكرية، وتركيا كانت تبيع الأسلحة لأوكرانيا، وأيضا هناك علاقات تجارية اقتصادية، وعلاقات تركيا أيضا مع روسيا من الجانب الآخر علاقات جيدة. تركيا تشتري الغاز ومصادر الطاقة من روسيا، وأيضا هناك مبادلات فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، شراء القمح إلى آخره. وجدنا أن الرئيس أردوغان والحكومة التركية نجحوا في إيجاد حل ولو أنه غير كافٍ، ولكن هذا الحل لموضوع إخراج وتصدير الحبوب والقمح من الأراضي الأوكرانية عبر البحر إلى الدول الأخرى. فبالتالي بإمكان تركيا فعلا القيام بدور في هذا المجال. طيب، أمام استمرار القصف في محيط محطة زاباروجيا، هل نحن على مشارف كارثة نووية شبيهة بتشيرنوبل؟ مع الأسف، يعني لأول مرة اعترفت السلطات الأوكرانية بأنها قامت بقصف مناطق قريبة من مناطق عسكرية روسية بالقرب من المفاعل النووي، فبالتالي هذا يشكل خطر. وحتى التقارير التي أعدها الوفد ومنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعني حتى الآن هناك تلميح بأن هناك خطر فيما لو استمرت المعارك حول المفاعل النووي. فبالتالي فعلا هناك احتمال لتوتر الوضع، وفي أي كما شاهدنا في تشيرنوبيل، ولكن بعض الخبراء أشاروا إلى أن البنية التحتية للمفاعل النووي، هذا المفاعل النووي تختلف تماما عن تشيرنوبيل، وأنها أقوى بكثير، وأنه بإمكان المباني تحمل الصواريخ والانفجارات فيما لو وصلت إلى المباني فعلا. ولكن طبعا هذا يشكل خطر على يعني لا ندري كيف ستتطور الأمور. ربما الوساطة التركية قد تنجح، وخاصة الآن كافة الدول وخاصة دول الاتحاد الأوروبي الآن بحاجة إلى تهدئة الأوضاع في أوكرانيا، إيجاد حل سلمي للنزاع، وقف الحرب، وإعادة تصدير مصادر الطاقة الغاز والنفط إلى دول الاتحاد الأوروبي، لأن حتى الآن دول الاتحاد الأوروبي لم تنجح في إيجاد بدائل للغاز والنفط الروسي. وكما ذكرت سابقا على محطتكم، في حال حتى الكميات التي من الممكن الحصول عليها أسعارها تفوق غالية الأسعار الأساسية بالفعل. إذن هنا يعني وفي ظل هذا التوتر، أي دور اليوم للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة أمام تبادل كل من كييف وموسكو الاتهامات بالسعي لإفشال مهمتها؟ في الواقع وسائل الإعلام الغربية بدأت الآن تتحدث بصراحة أكثر، وبدأت تكشف النقاب بشكل أكبر عن حقيقة ما يجري خلال الحرب في أوكرانيا. يعني عندما وسائل الإعلام خاصة في بلجيكا على سبيل المثال تحدثت عن قيام الجيش الأوكراني بقصف، واعتراف السلطات الأوكرانية بقصف مواقع عسكرية روسية بالقرب من المفاعل النووي. فبالتالي يعني الآن هناك محاولة من قبل المجتمع الدولي الضغط على كافة الأطراف وخاصة على أوكرانيا ربما كي يتم وقف النزاع. ولكن نجد من ناحية أخرى أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي يحاول أن يستمر في الحرب، وهو يريد تحرير حتى شبه جزيرة القرم، ولكن أعتقد أن هذا سيكون من الصعب حاليا، وخاصة أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت تخفف من مساعداتها العسكرية والمالية إلى أوكرانيا،
نظرا للمشاكل الاقتصادية التي بدأت تظهر بشكل جلي داخل دول الاتحاد الأوروبي، ارتفاع الأسعار، هناك النقابات العمالية والمهنية بدأت تنظم مظاهرات احتجاجا على غلاء المعيشة وعدم رفع الرواتب بحيث تتناسب مع ارتفاع الأسعار إلى آخره. فبالتالي وأيضا بعض المسؤولين الأوروبيين، رئيس الوزراء البلجيكي، بعض المسؤولين في الحزب الاشتراكي الفرنسي بدأوا أيضا ينتقدوا موقف دول الاتحاد الأوروبي الحالي إزاء الحرب في أوكرانيا. هذا ربما يساعد على حل الأزمة ويشجع الرئيس أردوغان على إيجاد حل، وربما طبعا وهذا ما يأمل الجميع طبعا أن تقف هذه الحرب وأن تعود الأمور نوعا ما إلى طبيعتها قبل الحرب في أوكرانيا. طيب، نشكركم جزيلا على كل هذه التوضيحات وعلى حضوركم معنا. كنتم معنا من بروكسل الخبير في الشؤون الدولية الأستاذ محمد رجائي بركات، شكرا لكم على هذه التوضيحات.